الذي يحدث في محافظة مأرب؟ أكثر من 15 قتيل جراء اشتباكات وقطع للطريق الدولي الرابط بين مأرب وحضرموت بين قوات الجيش ومسلحين من أبناء القبائل. لماذا يحدث هذا؟ وما الذي دفع الأحداث لتتجه بهذا الشكل؟ هل يعقل أن تتحول احتجاجات مطلبية إلى قطع طريق ومحاولة اختطاف موظفين أمميين وقتل جنود ومواطنين مسافرين؟ هناك من يتحدث عن مطالب متعلقة بإمداد محطة بنزين بحصة من المشتقات النفطية، ولكن مع استمرار المواجهات وسقوط هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى، لنا اليوم أن نتساءل ما هي جذور هذه المشكلة، ومن المسؤول عن وصولها إلى هذا المستوى، ولماذا تحدث هذه الإشكالات المعقدة وسط الغياب الطويل للمحافظ وعضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة. أهلا بكم. وسط غياب المحافظ وعضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة عن المحافظة لوقت طويل، تواجه سلطات الدولة في مأرب تحديات متزايدة يأتي على رأسها الأمن وانفجار اشتباكات عسكرية لم تكن تحدث في ظروف سابقة. عصابة تبرأت منهم قبائلهم لها سوابق في أعمال التقطع والحرابة، تواجه هذه المرة قوة مسلحة من الجيش في مأرب، وتسفر المواجهات عن سقوط أكثر من 15 قتيلا من الطرفين حتى الآن. مصدر في وزارة الدفاع قال إن مجموعة تخريبية تستهدف المارة في الخط الدولي الرابط بين محافظتي مأرب وحضرموت هي التي قتلت جنديين وأصابت آخرين أثناء محاولة اختطاف عاملين في منظمة الهجرة الدولية قبل أسبوعين. أعمال التقطع والاختطاف في اليمن صدر بتجريمها وتحديد عقوبتها قانون خاص بشأن مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع، وتنص المادة الأولى منه على عقوبة الإعدام لكل من تزعم عصابة للاختطاف والتقطع أو نهب الممتلكات العامة أو الخاصة بالقوة، ويعاقب الشريك بنفس العقوبة. البيان الصادر عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة قال إن العصابة التي تمارس أعمال الحرابة والتقطع في منطقة غويربان بمحافظة مأرب لها تواصل وتنسيق مع ميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدا استمرارها في الأعمال واستهداف النقاط والمواقع العسكرية المكلفة بتأمين الطريق العام. ميليشيا الحوثي وهي تحشد مقاتليها على أطراف محافظة مأرب أعلنت موقفا مؤيدا لأعمال العصابة المذكورة، ونشرت بيانا مؤيدا لها منسوبا للسلطة المحلية التابعة لميليشيا الحوثي بالمحافظة، وهي إشارة لمدى استفادة الحوثيين من أي ارتباك أمني داخل مأرب. مصادر محلية قالت إن العصابة المعنية سبق لها أن اختطفت زوارا أجانب، واعتدت على موظفين أمميين، واعتدت أيضا على مسافرين في الطريق الدولي، كما هاجمت نقاطا ودوريات أثناء تأديتها لعملها في تأمين الطريق. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيوفي. البداية من المقدم رشاد المخلافي، رئيس شعبة الصحافة العسكرية بالتوجيه المعنوي، الذي سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية. مساء الخير سيادة المقدم. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك. وسينضم لاحقا الأستاذ عبد العزيز المجيدي وكذلك شعب الطعيمان. بداية أستاذ رشاد، 15 قتيل في اشتباكات عند الخط الدولي، ما الذي يحدث؟ بالطبع عند الحديث عن ما حدث، هذه عصابة لا تمت لا للقبائل بصلة، والقبائل ترفض ذلك جملة وتفصيلا، وأنتم تدركون حجم التضحيات التي قدمته قبائل عبيدة في مواجهة المشروع الحوثي. هذه عصابات لها سوابق، وصدر بحقها مطالبات قضائية قهرية، أوامر ضبط قهرية أكثر من مرة، هذه لها سوابق أكثر من مرة في تقطعات. أيضا تم الاعتداء على نقطة تابعة للواء 23، نقطة أمنية تابعة في قطاع اللواء 23 ميكا، وهي تابعة لنفس اللواء، تم الهجوم عليها بأسلحة متوسطة وخفيفة بشكل مفاجئ، مما اضطر الأفراد للرد عليها. أيضا كان لها سابقة، هي أيضا مسؤولة عن محاولة الاعتداء على القافلة الهجرة الدولية
منظمة الهجرة الدولية القوى واعتدت على قوة الحماية الخاصة بهذه المنظمة في الطريق الدولي الرابط بين حضرموت ومأرب. هذه لها أيضا لها أكثر من اعتداء على مواقع وأيضا منذ متى سيادة المقدم؟ هذه مرتبطة بميليشيا الحوثي وهناك وثائق. نعم، منذ متى بدأت هذه التقطعات وهذه محاولات زعزعة الأمن في هذا الخط؟ إذن سؤال في غاية الأهمية وأنا سأربطه بما يخص في المعركة تماما. نعم. بعد سقوط محافظة الجوف مباشرة أستطيع أن أقول لكم حتى خلال الهدنة الهدنة التي مضت كانت ميليشيا الحوثي على مدار الساعة هناك عمليات خندقة وعمليات حفر بمعدات ثقيلة حتى اللحظة هذه ما زالت مستمرة ميليشيا الحوثي شرق الجوف. منذ وصول ميليشيا الحوثي إلى دحيضة وإلى العلم وإلى المرابير المرازيق بدأت هذه الخلايا تشتغل وكأن هناك تناغم وهناك أيضا تنسيق وتنسيق كبير بين ميليشيا الحوثي وهذه الخلايا. طبعا فشلت في مأرب، 100 خلايا تساقطت في مأرب، لكن في الخط الدولي الرابط بين حضرموت ومأرب بدأت هذه الخلايا تنشط وتم إلقاء القبض على العديد من تلك الخلايا من ضمنها أيضا زرع عبوات ناسفة من ضمنها عملية تقطعات. وكانت آخر هذه الخلايا هي ناصر حريقدان، يعني علي ناصر الخلية التابعة لعلي ناصر يعني حريقدان، هذا مرتبط ارتباط وثيق بميليشيا الحوثي وهناك دلائل وهناك إثباتات لدى الأجهزة الأمنية ولدى الجيش الوطني. طبعا العمليات التي بدأت الإغلاق في عمليات التقطعات في عمليات إغلاق المسافرين الاعتداء على المسافرين أيضا الاعتداء على قواطر النقل في الخط الدولي بدأت بعد دخول ميليشيا الحوثي شرق الجوف وهي جبهة مهمة تعد لها. يعني في السابق لم يكن هناك أي تقطعات ونحن نتابع هذا بك في السابق يعني قبل دخول لا كانت أستطيع أن أقول كانت الأمور هادئة لحد ما، يعني كان بعض الأعمال الفردية لكنها لا ترقى إلى هذا المستوى. اليوم نحن نشهد جرائم منظمة، نشهد يعني خلايا ولكنهم منظمة يرفعون مطالب تقوم سيادة المقدم يعني في نهاية الأمر يرفعون مطالب. هناك هناك بعض للأسف قد يكون هناك بعض المطالب لبعض التجار المشتقات النفطية والمحطات النفطية، لكن هذا لا يعني القيام إلى هذا المستوى، اختطاف موظفين أمميين، اعتداء على مسافرين، إحراق قواطر مقطورات تحمل بترول، هذا وقود، يعني هذا واضح أنه هناك عملية تخريب واضح ممنهجة لزعزعة الأمن والاستقرار، لزعزعة أمن الطريق الدولي، لإقلاق يعني هناك تحديات أمنية تهدد المسافرين المدنيين، وهذا خط مزدحم وهو يربط بين اليمن والسعودية المملكة العربية السعودية وكذلك بين المحافظات الغربية والشرقية. لذلك هذه أعمال ممنهجة وهي مرتبطة ارتباط وثيق بميليشيا الحوثي ومدعومة، وأنتم تعرفون التصريح الذي صدر من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية. اليوم مأرب تواجه يعني جبهات على أكثر من محور، وكان جبهات يعني الآن الجبهة الشرقية لمحافظة الجوف هم يريدون الوصول إلى الرويك وإلى صافر، ووضحوا
ضحوا بعشرات الكتائب التي أفنيت في تلك المعارك في تلك الجبهة. هذه واحدة من أهم الجبهات وهي مخطط تخطيط إيراني بحت، هي مع الجبهة الجنوبية التي تحاول أيضا كانت الوصول إلى منطقة صافر، لكن كان الجيش الوطني لهم بالمرصاد. هذه الأعمال تخدم ولها ارتباطات وثيقة بميليشيا الحوثي بغض النظر عن وجود مطالب هنا أو هناك. لكن بالنسبة للمطالب هذه سيادة المقدم، الطليعي لقبائل عبيدة في مواجهة ميليشيا الحوثي. نعم، هل هناك مطالب ناتجة عن سوء إدارة لدى السلطة المحلية وبالتالي لا يوجد طريقة للناس لنيل حقوقهم إلا بطريقة التقطعات التي يقومون بها وتستغلها بعض الجهات؟ أنتم تعرفون محطات ما حتى على المستوى، يعني هي كانت مرتبطة بمحطات الوقود ومحطة مأرب تعمل بشكل سلس وبدون أي يعني عراقيل على الإطلاق، تماما تجري الأمور، وكذلك في مديرية الوادي. للأسف هذه أعمال كما قلت لك ليس لها علاقة بمطالب، وإنما هي مرتبطة بأجندات حوثية، وميليشيا الحوثي بعد أن أفنيت معظم كتائبها النوعية وألويتها النوعية في جبهات مأرب تحاول الآن إثارة الفوضى، تحاول أيضا إثارة الجانب الأمني عن طريق الخلايا، بعد أن فشلت في الجبهات العسكرية تحاول عبر الجبهات عبر الخلايا لزعزعة الأمن والاستقرار في مديرية الوادي. ومديرية الوادي طبعا والخط الدولي يعني قبائل عبيدة كانت لها دور طليعي وهي تدرك وتعي خطورة هذا الدور وتخادمه مع ميليشيا الحوثي، لذلك كان هناك أصوات عقلاء تدخلت من قبائل عبيدة، وما زالت الأمور أيضا المحافظ على يعني متابعة مباشرة تلفونيا وتواصل، وربما قد نشر خلال الساعات القليلة قد نصل إلى نتائج. نعم، أما بالنسبة لما هو مطلوب أمني سيظل مطلوب أمني وسيتم القبض عليه ليحاكم محاكمة عادلة بالقضاء قضائيا داخل مأرب. نعم نعم، إذا اسمح لنا أستاذ رشاد أنت والسادة المشاهدين أن ينضم معنا الكاتب الصحفي عبد العزيز المجيدي عبر سكاي. مساء الخير أستاذ عبد العزيز. أهلا ونار، أهلا وسهلا. أهلا بك. ما هو تعليقك على ما يحدث في مأرب من اشتباكات وقطع للطريق الدولي بين مأرب وحضرموت؟ من المؤسف أن هذه الأحداث يعني تشتعل في مأرب في ظل هدنة مع ميليشيات الحوثي، ويبدو أن مرحلة الهدنة تحولت إلى محاولة لحل بعض المناطق الفرعية في الداخل من خلال إدارة بعض الأنهار والتوترات وأيضا بعض القلاقل. من خلال متابعة بسيطة لمجريات الأحداث التي حصلت في مأرب مؤخرا، كان هناك وجهات نظر ربما لبعض الناشطين وبعض الشخصيات في مأرب تتحدث بأن هناك ربما كان هناك استعجالا من قبل السلطات في الذهاب نحو استخدام القوى العسكرية للتدخل ورفع القطاع القبلي الذي يعني فرض بمزاعم البحث عن قطاع من المشتقات النفطية وما إلى ذلك. لكن بالعودة إلى تقرير بيان وزارة الدفاع وهي تتحدث عن شخصية محورية في هذه العملية، أعتقد أن هذا الأسف يثير الكثير من الأسئلة. يتم الحديث مثلا عن شخص تم علي ناصر فريقتان، وهذا الشخص من خلال التتبع والبحث عن اسمه في على الإنترنت ظهر لي شخصيا بأنه متورط بالعديد من عمليات الاختطاف التي جرت في مأرب خلال الفترات الماضية على الأقل منذ 2012. وفي 2012 تقريبا تورط باختطاف ضابط سفارة إيطالي، وكان يطالب برفع قائمه من قائمة سوداء تقريبا كانت متورطة بعمليات قتل وأيضا اختطافات بسياح وما إلى ذلك. لكن أيضا هذا الاسم ظل حاضرا لاحقا في واقعة اختطاف أخرى لطبيبة طاجيك تاريخ تقريبا في 2014. ثم بعد ذلك ظهر هذا الاسم بشكل مثير ايضا من خلال قصه تثير الكثير من علامات الاستفهام من خلال
اختطاف أمريكي متزوج يمنية من قلب العاصمة صنعاء، وهي تحت سيطرة الحوثيين تقريبا، كان في ذلك في مارس 2017. وفي مارس 2019 كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن عملية عسكرية قالت بأنها عملية مشتركة بين الأمريكان والإماراتيين من أجل الإفراج عن هذا الأمريكي الذي جرى اختطافه من صنعاء، وبعد ذلك قيل بأنه نقل إلى مناطق في مأرب. اللافت والمثير في هذا الاسم أنه يعني يحاط بشأنه الكثير من التساؤلات، فقد اختفى لفترة طويلة خلال على الأقل خلال حرب، لكنه كان يظهر ظهر تقريبا اسمه في 2017، فلا أحد يدري كيف استطاع الانتقال إلى مناطق الحوثيين. بعد ذلك ينفذ عملية، والأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين حملته مسؤولية اختطاف هذا الأمريكي. ثم بعد ذلك في 2019 جرت عملية عسكرية مشتركة بين الأمريكان والإماراتيين، كما قيل بأنها عملية عسكرية. الصحف والمصادر لم تتحدث عن طبيعة هذه العملية، لأن المصادر الرسمية سواء كانت العسكرية الأمريكية أو اليمنية تحفظت عن طبيعة هذه العملية، لكن فيما قيل وقتها بأنها عملية عسكرية لتحرير هذا الأمريكي، وتم أسر 7 أشخاص من المتورطين في عملية الاختطاف. تحدث الرئيس الأمريكي ترامب، الرئيس السابق، وقال بأن عملية إنقاذ هذا الأمريكي كانت واحدة من عمليات المفاوضات التي جرت ضمن مفاوضات كثيرة جرت حول العالم بتحرير أمريكا، بمعنى أنه هذا الأمر يثير الكثير من الأسئلة. إذا كان قد تم تحريره بواسطة عملية عسكرية فهناك مقبوض عليهم، هؤلاء المقبوض عليهم أين هم ومن هي الجهة التي تسلمتهم؟ الشخص يثير الكثير من علامات الاستفهام باعتبار أنه متورط بعلاقات ملتبسة إلى حد كبير، فهو يتنقل من مناطق ميليشيا الحوثيين وأيضا ربما يعود إلى مأرب. الرجل متورط بعديد عمليات اختطاف ولسياح، وكان هناك أيضا تقارير أمريكية تقول بأن هذا الرجل كان يقوم باختطاف الأجانب وأيضا بيعهم لمصلحة فرع محلي للقاعدة. يعني هذه القصة طبعا مثيرة إلى حد كبير. ما هو تفسيرك لها أستاذ عبد العزيز؟ هو في بلد أصلا وفي ظل وضع حرب، وفي بلد أيضا مفتوح الأبواب على مصراعي، وفي ظل تغلغل للأجهزة الأمنية والاستخبارات المختلفة، بالتأكيد ربما هناك اختراقات بشكل مالي، توظيف بعض الأشخاص الذين يثيرون قلاقل، وأيضا يقومون بأعمال من شأنها أيضا إحداث شكل من أشكال التوتر داخل المأرب. علينا أن نتذكر بأن هناك سياسة ممنهجة تم استخدامها خلال عقود من الزمن من أجل الاشتغال على بعض الثارات القبلية واستخدام بعض العناصر لإثارة توترات وقلاقل. علينا أن نتذكر بأنه قبل انقلاب الحوثيين كان هناك أيضا عصابات تقطع وعصابات أيضا لاختطافات وعصابات تخريب أبراج الكهرباء. هذه العمليات كانت إلى حد ما نقول ممنهجة ربما بشكل أو بآخر من أجل أيضا إلحاق الأذى بالصورة الذهنية للحكومة التي تشكلت بعد ثورة الشباب بعد ثورة 2011، وبنفس الوقت أيضا أرادت ربما أيضا إحداث الكثير من الاضطرابات والقلاقل. هذه العناصر غيابها طوال تلك الفترة وحضورها في أوقات معينة كثير من علامات الاستفهام. إذا كانت السلطات الحكومية قد أشارت بشكل واضح إلى الحكومة باعتبارهم يقفون خلف هذا الرجل، وأيضا أن العمليات التي جرت مؤخرا تربطهم أو تربط هذه القطاعات بتحركات الحوثيين، فأعتقد بأن السلطات الحكومية ربما لديها الكثير في هذا الشأن. لكن في نفس الوقت السيرة الخاصة بهذا الرجل أيضا تثير الكثير من يعني علامات الاستفهام حول نشاطه وارتباطاته، سيما أن محافظة مأرب خلال الفترات الماضية جرت فيها وقائع اغتيالات، وثم وايضا حتى عمليات اختطاف لبعض الضباط، وهذه العمليات للاسف الشديد لم يتم الافصاح عنها الا مؤخرا. وكان هناك اشارات بعض الجهات ربما مرتبطه باطراف معينه خارج ايضا بالتاكيد الحوثيين بانها ايضا اختطفت هؤلاء الضباط واخفتهم، بمعنى ان مأرب وايضا حتى لاحظنا التغطيات التي جرت في بعض الوقائع التي حصلت مؤخرا، وأيضاً الاشتباكات التي جرت
قبل يومين وأدت إلى مقتل وجرح قرابة 20 شخص بين الجانبين من القبائل والجيش، وهذا أمر مؤسف للغاية. يعني هناك من يشير إلى أن هؤلاء الأشخاص ربما يكونوا مرتبطين بجهات أخرى استخدمتهم بشكل أو بآخر من أجل إدارة هذه النزاعات، وأيضا من أجل يعني الضغط على السلطات في ظل وضع أيضا كثير من علامات غياب المحافظ. المحافظ لا زال موجود في مأرب في ظل أيضا يعني تغطيات إعلامية مثلا لأطراف محسوبة على أطراف أيضا محسوبة على التحالف. يعني كما نشاهد الكثير من التغطيات تتحدث عن يعني مواجهات قبلية جرت بين مسلحين قبليين وما يسموها قوات الإخوان في مأرب. نعم. كما هناك شكل من أشكال التخادم بشكل أو بآخر مع هذه المجموعات، وأيضا الأسماء التي تثير وتقود هذا وتقود هذه التحركات أيضا تثير الكثير من علامات الاستفهام عن تقاطعات وتخادم من أطراف مختلفة، وما تسعى إلى إثارة الكثير من القلاقل والاضطرابات داخل مأرب. لكن بالتأكيد الحوثيين مستفيدين بشكل كبير لأن عيونهم مفتوحة بشكل كبير مأرب، وأيضا يعتقدون بأن مأرب هي المحافظة التالية التي يجب أن يتهموها باعتبارها مركز النفط، أيضا باعتبارها أيضا ربما تكون واحد من المعاقل الأخيرة لما كان يسمى بالشرعية لاحقا، وربما أيضا هناك رقية إقليمية لإعادة صياغة المشهد بالطريقة التي شاهدناها في شبوة وأيضا في بيضة. نعم، إذن ابقى معنا أستاذ عبد العزيز. بالعودة إليك أستاذ رشاد، هل يمكن قراءة ما يحدث بأيضا وجود الاختلالات الأمنية الحاصلة في مأرب بين فترة وأخرى، الاغتيالات التي حصلت لبعض قادة الجيش؟ كما أسلفت لك، يعني بالنسبة لمأرب كمدينة وكان تحصل هناك اختلالات خارج الحزام الأمني بحكم الطبيعة القبلية في منطقة الوادي التي كانت ترفض تمدد الحزام الأمني. صحيح حصل هناك اختراق لميليشيا الحوثي وليس للقبائل، يعني ربما حاولوا شراء بعض العناصر والتي كان لها دور، وأنتم تعرفون أيضا كان للأجهزة الأمن دور قوي بدليل ما حصل قرية صبيعيان. هذه واحدة كانت من أكبر الخلايا، ربما تفوق علي ناصر هذا الأخير بكثير، يعني وكانت تمتلك مسيرات وتمتلك مدفعية وتمتلك أيضا عناصر مدربين وعقائديين حوثيين، لكن تم القضاء عليه في غضون أيام، يعني يومين بالأكثر. يعني كذلك كانت قبل قلية المنين، منطقة المنين، وهناك كان في عناصر أيضا من صعدة ومن عمران يقاتلون إلى جانب يعني تلك الخلية من آل ضيف الله وآل الطويف في منطقة المنين، وتم حسمها والتعامل معها خلال ساعات تماما. يعني الأمن قادر على أن يفرض سيطرته، واليوم تم هناك تعزيزات وصلت من اللواء الأول حماية طرق عزز تلك المناطق، وأعتقد أنه من الصعب بمكان على أي عناصر أو خلية أن تتحرك بشكل كما يحاول البعض تصويره. تم أيضا تحجيم تلك العناصر وتم القضاء على أكثر من خلية، واليوم الأجهزة الأمنية كذلك مع عقلاء أبناء القبائل أنفسهم الذين قدموا تضحيات وتضحيات جليلة ويدركون معنى يعني أهمية هذه المعركة المقدسة. اليوم أبناء عبيدة في العلم في الجبهات الجنوبية يسطرون بطولات ويقدمون تضحيات، لذلك لا يمكن أن يقبلوا بوجود خلايا مثل هذه الخلايا المرتبطة بالحوثي والتي تحاول الإساءة إلى تأريخ هذه وتضحيات هذه القبيلة العريقة. لذلك أستطيع أن أقول لك أنه خلال الأيام القليلة يعني خلال الساعات القادمة سيتم حسم هذا الملف، وهناك تدخلت تدخل من عقلاء أيضا قبيلة عبيدة إلى جانب وجود الأمن وسيضرب بيد من حديد كل من تحاول كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار أمن مأرب، سواء في الطريق الدولي أو أمن المسافرين المواطن المسافرين.
سواء في الطريق الدولي أو في أي مكان آخر. وأنتم تعرفون خلال السنوات القليلة الماضية وتحديدا منذ 2019 كيف تساقطت مئة الخلايا الحوثية على يد أبطال أجهزة الأمن بكل وهي مدربة تدريب عالي وتمتلئ وبأجهزة حديثة، لكن تم يعني القبض عليها وقبل أن يقع الجريمة وقبل أن تنفذ جرائمها. وهناك وكان لها أكثر من مهام، مهام تفجيرية، مهام مراقبة وترصد أشخاص واغتيالات، مهام أيضا رصد المواقع العسكرية، مهام إلى يعني إلى أكثر حتى مصدر يعني حتى عملية التفجير داخل المدينة لإثارة الرعب. هذه كلها فشلت أمام يقظات واحترافية أجهزة الأمن التي استطاعت أن تحبط كل تلك الخبرات، وأنا لا أقول خبرات الحوثي، وربما خبرات الأمنية للنظام السابق وخبرات حزب الله وخبرات الحرس الثوري الإيراني. لذلك لا يمكن أن هذه الفقاعات أن تؤثر على أمن مأرب على الإطلاق. نعم، إذن اسمح لي ضيفي العزيزين أن ينضم معنا الشيخ جعبل طعيمان عضو مجلس النواب. مساء الخير شيخ جعبل. مساء النور والعافية. أهلا بك. بداية، كيف تتابعوا الاشتباكات بين الجيش وبعض رجال القبائل بين فترة وأخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يحدث أحيانا من هذا التقطعات أو الاعتداء على المواقع العسكرية، ولكن هذا لا يؤثر على قوة وتماسك الوحدات العسكرية الموجودة في المنطقة، وهي على يقظة تامة في كل وقت وحين، ولا بد إن شاء الله تنتهي هذه القضايا وهذه التقطعات وهذه الاعتداءات إن شاء الله، لأن لدينا الأخ المحافظ سلطان العرادة يعني رجل يستطيع أن يخمد هذه الأشياء بحكمة وحنكة ودهاء، وهو رجل مواقف يعني. نعم. طيب شيخ جبل، يعني هناك من يرى بأن هذه التقطعات هي أعمال ممنهجة تقف وراءها ميليشيا الحوثي، وهذه الجماعات مرتبطة بصورة أو بأخرى بالميليشيا، ما رأيك؟ يعني قد يحدث بعض الأشياء لها أهداف يعني أغراض يعني ما حكات بين القبائل أو مدفوعة من جهة ربما، لكن لا نجزم يعني بالقول بأنه بعض الأشياء تحدث من أجل طلبات يعني أو تعويضات أو قضايا يعني خاصة. نعم، مطالب يطالبون بها الدولة، يقوم بقطع الطرق، يقوموا بها، يظنوا أن الأعمال هذه التي تقرب الحلول لهم بعض القبائل وهكذا. نعم. إذا حدث مثل هذا يعني ولا يعني لا نجزم يعني بأنه لأننا لا نريد نحرض بأننا نخلي الناس كلهم عملاء وكذا، لكن نعم. فيه ناس يعني لهم أهداف سياسية. طيب شيخ، يعني لما لا تكون الكلمة في النهاية والأخير للدولة تفرض قوتها على هؤلاء الخارجين؟ يعني لماذا يستسهل الناس وجود الدولة ويقومون بقطع الطرق وكأن يعني الأمر بهذه السهولة؟ وطبعا المسألة لا تقف على قطع الطرق، هناك اختطافات، هناك هجوم على دورية أمنية. نعم نعم نعم، في قضايا كثيرة، وهذا واجب نعم. الدولة أن تضرب بيد الحديد على كل من يعتدي على المصالح العامة وعلى يعني الطرق السبيل وعلى هذا، ما احنا لا نقف مع أي إنسان مخرب. يجب أن الدولة تحرى في هذا الكلام وتحقق بالقضايا هذه كلها وتقوم بما هو واجب عليها، ما كلف هذا واجب. طيب ما هو دور المشايخ في تعزيز وحضور سلطة الدولة في مأرب ومحاولة الصلح بين القبائل إذا حدث هناك مناوشات أو اختلافات؟ والله المشايخ يقوموا بكل الواجب كل يوم، وهم في يعني وهم في حوار وهم في لقاءات وهم في من أجل هذا القضايا، والتماسك القبائل هو قوة يعني للسلطة المحلية والقوات المسلحة، وهم إلى جانبهم هذه الفترة على طوال هذه العوام كلها، وسند للدولة أيضا.
إذا شكرا جزيلا لك شيخ جابر طعيمان عضو مجلس النواب، كنت معنا عبر الهاتف. بالعودة إليك أستاذ عبد العزيز، أستاذ عبد العزيز، هذه الأحداث تحيل لنا إلى عهد علي عبد الله صالح، كان هناك الكثير من التقطعات والتخريب لشبكات الكهرباء، وكلما يعني عن لقبيلة هدف أو طلب ذهبت للتقطع وإلى التخريب، هل تعاد السيرة الأولى لما كان يحدث في مأرب؟ أعتقد أننا يجب أن نأخذ بالاعتبار طبيعة التركيبة الاجتماعية في مأرب، وبنية هذا المجتمع بالتأكيد مثل أيضا بنية المجتمع اليمني ككل، هي بنية قبلية عشائرية إلى حد كبير. للأسف الشديد طوال الفترة الماضية ونحن نتحدث عن فكرة أن الدولة غائبة، وبالتأكيد خلال منذ أيضا قيام الجمهورية وحتى الآن كانت الدولة هشة، وربما أيضا ككيان لم يوجد بشكل حاسم بالمفهوم الحديث للدولة، يعني كانت الدولة إلى حد كبير هناك شكل من أشكال السلطة، لكن كدولة قادرة على أن تفرض نفسها على مختلف يعني أنحاء البلاد وتحتكر قصة العنف والقوة، أعتقد بأن هذا الأمر كان إلى حد كبير يعني نسبي، يعني ليس بالمطلق. أظلت القبائل تمتلك القوى العسكرية، كانت خارج التنمية التي يفترض أن تكون أن يكون أي نظام حكم أو دولة يعني جزء من برامجها من أجل يعني إحداث شكل من أشكال الدمج الاجتماعي والتحول القادر على تفكيك البنى العشائرية التي ظلت على ما هي عليه منذ أن تقريبا وجدوا اليمنيين على هذه الأرض. هذه إشكالية سنظل نواجهها طوال الوقت، لأننا لم نبذل الكثير من أجل تذويب هذه العصبيات، وأيضا لأننا أيضا لم نستطع حتى الآن أن نحسم فكرة الدولة في اليمن. الحساسيات القبلية الموجودة في مأرب هي حساسيات قديمة، وللأسف النظام الذي سيطر على الأوضاع على الأقل خلال 30 سنة الماضية كرس هذه الانقسامات، وأيضا زاد من إشعال هذه الانقسامات وإثارتها، واشتغل على مسألة يعني الفكرة الاستعمارية الغريبة اللي كانت تقوم على فكرة فرق تسد. يعني كانت الصراعات بين القبائل غالبا إذا حدثت مناوشات هنا وهناك كان يتم إشعالها وإسنادها من خلال النظام نفسه، وكان يمد المتقاتلين بالأسلحة وبالمال، وللأسف هؤلاء يعني يتورطون بصراعات هم يكونوا ضحاياها، وبالتأكيد النظام السابق أدار البلد بالأزمات والصراعات البينية، وهذه المسألة تفاقمت على نحو أكبر. ربما من خلال التطورات التي حصلت في مأرب منذ بداية الحرب وتحولها إلى يعني أشبه بعاصمة بديلة تستقبل كل اليمنيين، كان هناك إلى حد كبير شكل من أشكال التغيير إلى حد ما القادر على خلق مفهوم جديد للدولة. القبائل انحازت لفكرة القتال إلى جانب الدولة، حملت السلاح من أجل الدفاع عن الشرعية، لكن في نفس الوقت لا أعتقد بأن الأمر سيكون بين عشية وضحاها وستنتهي كل هذه الحساسيات والثارات والنقمة التي ربما تحدث بين القبائل وقبائل أخرى. هناك أيضا مجموعة مصالح يعني الكل يسعى من أجل الحصول على حصته، وبالتأكيد قدرة السلطة المحلية وأيضا الحكومة الشرعية على إدارة هذه المصالح بما يخدم الصالح العام بالتأكيد لها دور حاسم في مسألة إنهاء مثل هذه الحساسيات. يعني الحساسيات في مأرب هي متجذرة وعميقة، لكن بنفس الوقت أيضا هناك من يحاول أن يذكيها، هناك جهات داخلية مثل الحوثي يشتغل عليها بشكل كبير، وهناك خلايا كثيرة اشتغلت في مأرب طوال الفترات الماضية حاولوا الاشتغال على فكرة الصراعات والتنافس القبلي القديم، إحياء الثارات القديمة. أيضا هناك ربما أطراف خارجية اشتغلت على هذه الفكرة من خلال محاولة إنشاء قوات عسكرية موالية لها، ربما أخفقت بعض الشيء لكنها لم تيأس. نعم. هذه المسائل والعوامل كلها أعتقد بأنها حاضرة في المشهد في مأرب، وهي تحاول بين الحين والآخر إشعال المشهد بالطريقة التي نشاهدها وإثارة التوترات والحساسيات بين مختلف الأطراف، لكن بنفس الوقت علينا أن ندرك بأن مأرب أيضا مستهدفة، وربما أيضا تستخدم بعض النزعات الموجودة عند بعض أبناء القبائل بشكل آخر، لكن بنفس الوقت أيضا وأنا أثني على ما قاله الشيخ عندما قال بأن
ليس كل من يخرج للتقطع أو ربما لديه مطالب هو مرتبط بالحوثي. بالتأكيد هذه آلية للأسف اعتاد عليها أو اعتادت عليها القبائل لانتزاع حقوقها، وكانت تقريبا تكاد تكون يعني آلية للفت أنظار السلطات من أجل الحصول على مطالبها بشكل أو بآخر. هي بالتأكيد آلية غير صحيحة وغير سليمة، لكن في نفس الوقت تحتاج إلى حساسية عالية من قبل السلطات للتعامل معها. وكان في هذه اللحظات أعتقد كان يفترض أن يكون المحافظ سلطان العرادة موجود في يعني حكمة الرجل وقدرته على إدارة مثل هذه التوترات، وبنفس الوقت إسناد قوة الدولة لمواجهة هذه العصابات التي يعني يفترض أن الأجهزة الحكومية مثل وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية لديها معطيات بشأنها. وأعتقد بأنه يستطيع أن يعزل بين مسألة الحساسيات القبلية وأيضا بين المخططات التي تحاول أن تستهدف مأرب، وبالتأكيد سيكون قادرا على الأقل التخفيف من الأضرار التي يمكن أن تحدث لمأرب بسبب هذه الإشكالية. نعم، إذا بالعودة إليك سيادة المقدم، يعني بطبيعة الحال لابد أن نتساءل هنا أين سلطان العرادة؟ لماذا هذا الغياب الطويل عن مأرب؟ والله هو نائب رئيس المجلس القيادة الرئاسي، وأعتقد أنه وجوده أيضا ضمن مجلس القيادة الرئاسي. طبعا هو على تواصل مباشر من خلال ما سمعته، من خلال ما رأيته له هو على تواصل مباشر بالسلطة المحلية بكبار المشايخ في مأرب، وأعتقد أن هو يتابع حتى هذه القضية، وخلال الساعات القليلة القادمة سنخرج يعني بتفاصيل أكثر، والمسألة ربما لا تأخذ بعدها هذا الكبير. نحن نعرف قبائل مأرب، كل قبائل مأرب مدى حساسيتها بانتمائها الوطني بانتمائها الجمهوري، وهذا ليس وليد اللحظة. رأينا منذ اللحظة الأولى لانقلاب الميليشيا الحوثي الإيرانية كيف تكاتفت قبائل مأرب وشكلت المقاومة صلبة في وجه المشروع الحوثي الفارسي، دفاعا عن يمنيتها، دفاعا عن جمهوريتهم. لذلك هذه مسائل لا يمكن أن تأخذ يعني يجب أن لا تأخذ بعدها الأمني والسياسي والاجتماعي الخطير. نعم. على الإطلاق هذه مسائل سنتجاوزها. لم تكن هذه الخلية أو هذه الاضطرابات أخطر من خلية سبيعيان ولا أخطر من خلية المنين بآل الأمير وآل طيب الله. هذه مسائل بسيطة وقد نتجاوزها خلال الفترة الساعات القليلة القادمة. تعرفون بالنسبة لعلي ناصر حديقان، هذا معروف، يعني حديقان معروف أنه لديه سوابق في اختطافات، لديه سوابق في عملية اعتداء على نقاط أمنية، على مواقع عسكرية أمنية خاصة بحماية الطرق، بأمن الطرق وتأمين الطريق الدولي. لديه جرائم وهو مطلوب، أيضا هناك أوامر يعني قهرية للقبض على هذا المطلوب. أما بالنسبة للقبائل فالقبائل عاصية وستظل بعيد يعني عصية على الاختراق الحوثي أو على أي اختراقات أخرى مهما حاولت، لأن هناك يعني عمق وطني، هناك قوة انتماء، هناك تضحية قدمتها خلال هذه المعركة، خلال 8 سنوات من المعركة الوطنية المصيرية المقدسة لليمن، كل اليمن. يعني نحن اليوم في مواجهة أكثر من مشاريع للأسف، هذا حتى لا يمكن أيضا أن نأخذ هذه القضية بعيدة عن ما يحدث داخل محافظة حضرموت من محاولة جر هذه المحافظة إلى المربع الفوضى التي تغرق به بعض المحافظات للأسف الشديد، وهذا كله يصب في صالح الحوثي. أما نؤكد لكم بخلال الجبهات لدينا رصد ودقيق لكل تحركات الحوثي،
وأي محاولة للحوثي هجومية ستكون انتحار، لأن هناك إعداد جيد على مستوى الجبهات العسكرية، هناك أيضا جبهات أمنية قوية وصلبة، هناك جبهة أيضا داخلية متماسكة تضم كل أبناء أطياف المجتمع من أبناء القبائل أو الوافدين الأحرار الجمهوريين أو كل أبناء اليمن داخل محافظة مأرب بقبائلها بكل أطيافها السياسية. هذه جبهة عصية على الاختراق واستعصت على الاختراق طوال الفترات الماضية برغم ما ضخ لها من مليارات وعشرات المليارات من أجل اختراق هذه الجبهة بعد أن عجزوا ودفنت كتائبهم وألويتهم العسكرية وأمواجهم البشرية على أسوار مأرب. لذلك نقول خلال الفترة الساعات القليلة الماضية سنتجاوز هذه. نعم بإذن الله. أخيرا أستاذ عبد العزيز، برأيك كيف يستفيد الحوثي من كل هذه الاختلالات الأمنية الموجودة في مأرب؟ الحوثي إن لم يصنع هذه الاختلالات ويسعى لإنتاجها فهو بالتأكيد سيستفيد منها بشكل مباشر أو غير مباشر. يعني هذه الاضطرابات بالتأكيد تجعله أولا تقدمه باعتباره يسيطر على مناطق إلى حد ما، يعني هو يحرص على أن تكون في الصورة الكلية مستقرة وليس هناك طرف ينازعه السلطة. بنفس الوقت هذه الاختلالات يعني تحاول قدر المستطاع أن تظهر السلطات الموجودة في هذه المناطق بأنها ضعيفة وغير قادرة على مواجهة مثل هذه يعني التحديات السهلة، وبنفس الوقت أيضا تظهر المجتمع منقسم إلى حد ما، يعني هذا طبعا كما يراه الحوثي ويريد أيضا، لكن بالتأكيد هو يستفيد بشكل أو بآخر لأنه بالتأكيد يعني أولا أي مشكلة سيما تمس النسيج الاجتماعي وبالتأكيد يحاول استثمارها بشكل أو بآخر كما جرى خلال الفترة الماضية عندما مثلا تم القبض على خلايا عديدة سواء كان التي كانت تقريبا قبل سنة أو في منطقة الجدعان عندما تم يعني عندما قامت القوات الأمنية والعسكرية بعملية استباقية للكشف عن خلية كانت تستعد لمهاجمة مأرب، وكان هناك أسلحة ثقيلة ومعدات وحتى تقريبا طيران مسير، ثبت بأن ميليشيا الحوثي كانت تقف وراء مثل هذه التحركات، وأيضا تسعى لزعزعة استقرار مأرب بنفس الوقت أيضا دفع القبائل لليأس والتفكير بمصالح الخاصة بأن يعني الأمر يعني لا يذهب باتجاه مصلحة أحد، وهذه يعني مشاكل تجري بين الحين والآخر، وهناك أيضا نزاعات وهناك منافسات وهناك تارات يتم استثمارها بطريقة أخرى وتوظيفها لكي يعني يتم إفساد الأمر أكثر في مأرب. لكن أعتقد بأن المزيد من يعني التعامل الحاسم والحكيم ايضا مع بالذات الحساسيات الاجتماعيه قادر على ان يحافظ على الوضع بشكل افضل، وايضا قادر على ان يحسن الوضع الامني في حال الاستجابه الملائمه لهذه التحديات اولا باول من خلال قراءه واعيه وايضا عميقه للمساله. الحوثي بالتاكيد سيسعى بكل ما يستطيع، اذا لم يستطع من خلال الجبهات وسيستطيع من خلال زرع الخلايا، إثارة القلاقل، إثارة الانقسامات، محاولة إحياء الثارات بين القبائل، الاشتغال على كل الانقسامات التي اشتغل عليها الأئمة طوال فترات التاريخ اليمني من خلال إشعار الثارات والصراعات بين القبائل ليكونوا هم المرجع في النهاية. هذا الأمر أعتقد بأنه يحدث ضمن أيضا محاولات وتخادم من نوع ما يجري مع جهات خارجية تسعى إلى أيضا إدامة الصراع والقلاقل في البلاد وخلق صراعات جانبية في مختلف المناطق. شاهدنا سيناريوهات كثيرة أيضا في بعض المناطق المحررة، شاهدنا تحركات كثيرة في شبوة، شاهدنا تحركات أخرى الآن تجري في محافظة حضرموت، وربما ليس مصادفة أن مثل هذه الأمور الآن وهذه القلاقل الآن تجري في مأرب، يعني بالتزامن مع مثل هذه التحركات التي تجري في حضرموت ضمن يعني مشروع بدأ واضح بأنه يذهب باتجاه محاولة تقسيم البلاد وشرذمتها إلى أكثر من قطاع. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي عبد العزيز المجيدي،
كنت معنا عبر سكايب. أشكر لك أيضا المقدم رشاد المخلافي رئيس شعبة الصحافة العسكرية بالتوجيه المعنوي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب، وشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.